السلام عليكم، معاكم سيد من قناة أبدأ واستمتع كرييتس فان. النهاردة بنتكلم عن البي دي اف، والبي دي اف زي ما انتم عارفين ده نوع من الملفات المستخدم بشكل كبير جدا في حياتنا اليومية، وفي ناس كتير شغلها بيعتمد على البي دي اف. النهاردة بنتكلم عن أحد المواقع الرائعة جدا اللي بتمكننا من عمل شغل كبير جدا على ملفات البي دي اف، من ضمنها على سبيل المثال تقطيع ملفات البي دي اف، أو تحويل ملف البي دي اف إلى صور، أو تحويله إلى ملف وورد، او العكس ان انا احول الصورة الى ملف بي دي اف. خليكم معايا وهنشوف واحدة واحدة ازاي نعمل كل ده. هنخش على جوجل ونكتب I love بي دي اف. I love بي دي اف ده موقع رائع جدا متخصص في البي دي اف وعمل شغل على البي دي اف. هنيجي نشوف مثلا على سبيل المثال عايز اعمل البي دي اف احوله الى وورد فايل مثلا عشان اعمل له ايديت، اهو بروح على بي دي اف تو وورد تمام، واعمل سيلكت بي دي اف. لو عندي اي ملف بي دي اف بختاره عايز احوله الى ملف وورد، ادور على اي ملف عندي بي دي اف اهو، اعمل له كونفرت. خلاص اخترنا الملف اهو، جاري كونفرتنج تو وورد اهو تحت على اليمين، اهو جاري عملية التحويل الى وورد فايل، اهو تم التحويل. وبنعمل دلوقتي داونلود الوورد فايل اهو، تم عمل داونلود. نفتحه ونشوف الوضع ايه. ادي ملف وورد اهو زي ما انتم شايفين، هيفتح معانا بالمايكروسوفت وورد عادي، ونقدر ان شاء الله زي ما انتم شايفين نعمل له ايديت زي ما انت عايز اهو، انيبل ايديت، وتقدر تضيف عليه اي حاجه وتكتب عليه اي حاجه وتغير التنسيقات والالوان، وبعدين تعمل له سيف. يبقى انت عندك ملف وورد حولته من البي دي اف اللي كان عندك اهو. تعالى بس انا نجرب على سبيل المثال، اقدر اهو اغير في الجداول، اشيل واحط، اغير حجمها، اقدر اغير الوان مثلا دي الهيدرز بتاع التيبل، خليها احمر مثلا اهو، نغير هنا اهو مثلا نخليها ازرق اهو، غيرناه غيرنا كل حاجه من ملف البي دي اف اللي هو كان صعب اصلا تعمل فيه اي حاجه. ده كان اول حاجه، تحويل البي دي اف الى وورد فايل. طيب عندنا ايه تاني في الموقع الرائع دوت؟ امكانيات جميلة جدا للشغل. مثلا عندك دلوقتي سبليت. سبليت يعني ان انا بقطع ملف البي دي اف اللي عندي الكبير الى ملفات صغيرة. احيانا يكون عندك كتاب مثلا حجمه 100 صفحة او اكتر، ومش عارف تبعته بالايميل ولا عارف تبعته لاي حد، فبتعمل ايه؟ بتقطعه. هنشوف دلوقتي ده كيفية التقطيع اهو. ده كان ملف بي دي اف 3 صفحات، هنحول صفحة صفحة صفحة، يعني 3 صفحات، هتحول كل صفحة لوحدها اهو. نختار الرينج الاولاني 1 1، الرينج التاني 2 2، يعني الصفحة اولى وصفحة 2 وصفحة 3 اهو. ملف البي دي اف حولته الى 3 صفحات بي دي اف مختلفين. ده على سبيل المثال، انت ممكن يكون عندك كتاب حجمه 100 صفحة او اكتر، فممكن تحوله 50 50 عشان يقدر يبعته بالايميل، ما يكونش مساحته كبيرة اهو. نجرب ونشوف ونعمل داونلود للحاجات اللي انا قطعتها ونشوف الشكل هيبقى ازاي اهو. نزل لنا ملف وينرار، ملف مضغوط، هنفك الضغط بتاع الملف اهو. زي ما انت شايف 3 ملفات، كل ملف صفحة، هو بي دي اف برضه ولكن كل ملف عبارة عن صفحة. ده كان إمكانية السبليت، إن أنا بقطع ملفات البي دي اف اللي حجمها كبير أو عدد صفحاتها كبير إلى ملفات عدد صفحاتها صغير. نرجع تاني للموقع ونشوف ايه هي الامكانيات. طبعا الموقع مليان امكانيات كتير، احنا بس هناخد نبذات بسيطة من الامكانيات اللي نقدر نعملها بيه. عندنا مثلا اهو البي دي اف احوله الى جي بي جي، يعني من بي دي اف الى صورة اهو. نختار مثلا عندنا ملف البي دي اف بتاعنا اللي كان 3 صفحات بي دي اف، هنحوله الى جي بي جي يعني صور، هياخد كل صفحة بي دي اف ويحولها الى صورة، يعني 3 صفحات بي دي اف هيحولهم الى 3 صور اهو زي ما انتم شايفين. نعمل داونلود الوين رير اهو، ملف المضغوط المفروض هيتفك اهو، نفك ده بقى المره دي ونشوف هيبقى الشكل ازاي. المفروض هيدينا 3 صور اهو زي ما انتم شايفين، 3 صور تحت بعض ومرقمهم كمان. نفتح اول صوره اهي، دي صوره واثنين وثلاثه، 3 صور من 3 صفحات بي دي اف. ودي الامكانيه الرهيبه الجميله جدا في الموقع ده، ان هو بيحول لك اي عدد من صفحات البي دي اف الى عدد من الصور.
طيب ايه تاني عندنا؟ ممكن نعمل كمان ايديت للبي دي اف. عندك ملف بي دي اف عايز تضيف عليه شوية حاجة، تكتب حاجة، تعمل عليه ملحوظة، ترسم عليه حاجة، اهو نفتح البي دي اف عندنا هنا، بيفتح لك جوه الموقع بتاعكو اللي هو اي لاف بي دي اف، يفتح وبعدين نقدر نعمل ايديت داخل الموقع وبعدين نسيف. على سبيل المثال نعمل اي حاجة، نغير اي حاجة في الملف اللي قدامنا، اهو نحط مثلا اي علامات، اهو كده انا بغير في ملف البي دي اف. اضيف صورة مثلا، نختار اي صورة، اهو كده بحط صورة جوه الملف البي دي اف. اقدر اعمل كل التغييرات، اقدر اضيف نص، اعمل هيدرز، اكتب اي حاجة، اهو زي ما انتم شايفين اقدر احط اي علامات على البي دي اف، اهو حطيت شكل هي دائرة، واقدر اغير مكانها واغير لونها، واقدر اكتب فيها نص، كل شيء اقدر اعمله على البي دي اف، اعمل له ايديت وبعدين في الاخر اقول له ايديت بي دي اف، بيحمل لي الملف من جديد بصيغة بي دي اف ولكن صيغة معدلة حسب التعديلات اللي انا قمت بيها. اهو نفتح الملف بتاعنا، اهو ده الملف الجديد اللي انا ادي التغييرات اللي كنت عملتها على البي دي اف موجودة كلها. ده كان موقع اي لاف بي دي اف، من المواقع الرهيبة الجميلة جدا اللي انصحكم بيها، وانصح اي حد عنده شغل على البي دي اف كتير ان هو يلجأ للموقع ده. ارجو ان انتم تكونوا استفدتم بشرح النهاردة، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.